بدنا نروح هلا لتينا رزق الله مديرة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان. صباح الخير تينا. هاي تينا، بونجور، يسعد صباحكم. حنيت للصيفية او انه الطقس فارض علينا نحس هيك بجو البحر يمكن؟ شو حالكم ايه اليوم؟ حلو. انا بحب كثير الصيف، مع انه عم بتمنى انه تشتت الدنيا. ايه هيدي نطاليا 100%. عم تتغزل فيك تا ما يفرق عليكي شيء، ايه ما تمام، تحسي احسن ما بغياب تحسي عبده. بالوحشه بغياب عبده. كلكم فيكم الخير والبركه. تسلمي يا تينا. لا بس عبده يعني كلماته إلها غير نكهه، يعني معلش تنكون صريحين وواضحين، صح؟ بإله فقدة، أكيد ايه إله فقدة. اكيد. في عنا فقدة للمي هلا، صح؟ مظبوط، هلا بعد التوزيع ما في أتعب ولا مطرح، بس إنه يا رب تشتت. بطلب من الكل مثل ما هلا بعيد الاغتصاب كلنا صلينا، كمان لازم هلا نكفي الصلاة حتى تشتت الدنيا، حتى ما تكون سنة صعبة علينا. عن جد إن شاء الله يا رب. هلا الدوامات كلها ما تغيرت، ما في شيء جديد قوله، ما في اعطال، باستثناء بكفر شيما كان عندنا عطل كبير امبارح، رغم انه كان نهار عيد. في الفرقه اللي لازم تطلع تصلح طلعت صلحت وطمنتني خلال النهار انه امنوا المي، انا بقول لهم يعطيهم العافيه، لان عن جد في عندنا كثير فرق بالمؤسسه ما عندها شيء اسمه فرصه، وهيدا الواجب تبعنا وهيدا اللي لازم كلنا نتبعها، خاصه بهالظروف ممنوع نرتاح لما بنكون قادرين انه نأمن او نخفف هم المواطن يعني. صح، يعطيكم الف عافيه. ميرسي ميرسي. وبدي اقول انه نحن اكيد كمؤسسه مياه بيروت مثلنا مثل كل العالم رح نلتزم هلا بدوام الحجر، مشان هيك عندنا دوامات من 8 للساعه 2، للي بحب اي خدمه يتصل قبل بالكول سنتر تنأكد له احسن ما يروحوا على المراكز ويكون تأخر الوقت. اكيد. وقصة اصلا بعدكم مستمرين بتلقي يعني الدفع يصير عبر حدا، شخص بيروح بياخذهم من البيت او تحويل مصاري، يعني بعدكم مستمرين بهذا الموضوع لتسهيل امور المواطنين، صح؟ انا بفضل انه يتصلوا فينا تنأكد لهم اذا في جيبه للمنطقه اوكي وهيك. عظيم. احنا واقفين موقفين اللي هلا دائما اول جمعه كل سنه بيوقفوا الدفع على الصناديق للفواتير تكون تمت الفوتره لل 2000 للسنه اللي نحن فيها، يعني هلا 2021 تمت هلا الفوتره، فيهم يحكونا تنأكد لهم اذا فيهم ينزلوا يدفعوا او يتوجهوا أوكي. لاي مركز يدفعوا. عظيم. بعدين بدي احكي شغله، بعتقد سعاده المدير العام ما بعرف اذا وصلكم، بعتكم على الاو تي في لكم هيدا الكتيب، اذا ما وصل اكيد اليوم بيوصل لعندكم، لانه اول امبارح انا كنت عم بتواصل مع سعادته وقال لي انه رح يبعثكم هيدا الكتيب اللي عملته المؤسسه وسعاده المدير حاطط فيه كل الافكار او اللي بده يعمله، يعني هو في عنده بلان بده يمشي فيه، حاطط خطه عمل المشاريع اللي نفذها، الاهداف اللي وصلت لها المؤسسه واللي بعد ما وصلت هيدا لها. باطار الشفافيه اكيد. تحيه لإله لجان جبران مدير المؤسسه. كثير يعني اللي بده يعرف هلا وين هي مؤسسه مياه بيروت، شو نفذت، شو حتى بروجي انها توصل له تنفذ هيدي، اذا تاخرنا اكيد لانه بظل هيدي الاشياء اللي عم بتصير بالبلد، الظروف الصعبه، يعني عم ننفذ قد ما فينا يعني، بس فعلا هون بتبين نية تبع المؤسسة بشخص سعادة المدير يلي عنده هدف معين فعلا أنا بفتخر فيه، يلي هو الالتزام اتجاه المواطن إنه يعمل خدمة 24 على 24، في موظف نظيف وعنده حس المسؤولية عم بيقوم بواجباته اتجاه كل مواطن، ولازم كمان بذات الوقت يكون في عنا مواطنين ملتزمين بالدفع تجاه المؤسسة حتى نحن كلنا سوا نروح بهدف واحد، هي خدمة مثالية بهالبلد. يعني بتمنى وهو نهاها سعادة المدير بجملة كتير حلوة يلي هو قال العمل بهيدي المؤسسة هو رسالة مستمدة من الإيمان بالله وبالوطن، وأنا عن جد حلو. بحييه على كلامه الحلو. نحن كمان بنحييه من خلالك، يعطي ألف عافية، ولكل العاملين أكيد بالمؤسسة. شكرا شكرا لك تينا رزق الله مديرة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان.